هكذا هو التواصل المتابعين الكرام، وهكذا هو التحدي مع شوطنا الخامس الذي يحمل هذه الأسماء من الحول المحليات الأصايل. هنا 6 كيلومترات، هنا القيادة الأولى مع البزية حمد بن عبد الله بن حمد بخميس الشامسي يقدم البزية على الصدارة والمركز الأول، بينما ثاني الأسماء ثاني الأسماء هناك أيضا شعار بالخزع بن محمد بالقرين العامري يقدم حفلة على المركز الثاني، حيث الدخول على ثالث الأسماء هناك فال وسيب بن محمد عشيقة العامري يقدم لنا فال في هذا المسار على ثالث الأسماء المركز الرابع. هناك التواصل وهناك القدوم من متعبة سالم ببخيت بن نوبي العامري يأتي هنا على رابع الأسماء، بينما هنا المركز الخامس القدوم أيضا من سحابة سلطان بسعيد بن مسلم الدرعي يتواصل في هذه اللحظات على خامس الأسماء، بينما المركز السادس هنا وسادس الأسماء هنا الدخول والقدوم في هذه اللحظات. هناك مشاهد الأعزاء يتواصل محمد بن مسلم الغزول العامري يقدم لنا هنا، مشاهدين الأعزاء متابعينا الكرام يقدم لنا عيدة هنا عنيدة بالفعل هنا من خلال هذا المسار، بينما هناك الدخول والتواصل أيضا مشاهدي الأعزاء على أيضا سادس الأسماء والتواصل هنا على سابع الأسماء. هناك القدوم والوصول في هذه اللحظات من شعار بن مضحية محمد بن حمد بن مضحية العامري يقدم لنا هنا، يقدم لنا في هذا المسار وهذا التحدي هنا الورقة في هذا التحدي، بينما هناك الوصول يأتي مع عز. هناك سعيد بن محمد بن حليس العفاري يقدم لنا عز في هذا المسار وهذه الانطلاقة وهذا التحدي وهذه المنافسة، بينما هناك الدخول والوصول مشاهد الأعزاء. هنا القدوم أيضا على تاسع الأسماء يتواصل في هذه اللحظات. هناك متابعي الكرام سلطان بسعيد بن سهيل الدرعي يقدم لنا، هناك أيضا مشاهد الأعزاء يتقدم بشعاره ويقدم لنا هذه الانطلاقة، بينما عاشر الأسماء هناك القدوم والوصول أيضا من ثروة لمحمد بن سهيل راعي العوية العامري. هذه النتيجة متابعينا الكرام لهذه الأسماء المنطلقة والباحثة عن الفوز والانتصار، عودة إلى الصدارة، عودة إلى المركز الأول. Oh.
إذن عودة متابعي الكرام إلى مقدمة هذا الشوط بعدما أكملنا نداؤنا للعشرة الأسماء المتقدمة الأولى. 6 كيلومترات هي مسافتنا مشاهد الأعزاء لنعود إلى البزية. يتواصل في هذه اللحظات أحد الأسماء وأحد الشعارات حمد بن عبد الله بن حمد بن خميس الشامسي يتواصل في هذه اللحظات ويقدم لنا البزية على الصدارة. تأتي بهذا الانطلاق الرائع والأداء الجميل تباعد ما بينها وما بين الأسماء الحاضرة والمنطلقة والباحثة عن الفوز والانتصار. هذه البزية صاحبة العوايد والانتصارات متابعينا الكرام من خلال هذه هناك البزية. نعم بالفعل تتواصل بهذا الأداء الرائع والأداء الجميل هنا من خلال هذا المسار هنا متابعينا الكرام. بينما ثاني الأسماء التواصل هنا مشاهد الأعزاء والقدوم أيضا يتواصل في هذه اللحظات مع الورقة. محمد بن حمد بن مضحية العامري يتقدم مع الورقة بينما هناك الدخول الوصول في هذه اللحظات من متعب سالم بن بخيت بن نوب العامري وهناك بن غزول يتواصل أيضا بشعارة مع هناك عنيد محمد سالم بن غزول العامري وهنا بالقرين قادم مع حفلة. ولكن هناك البزية لا زالت على الصدارة. البزية على المركز الأول والقيادة الأولى حمد بن عبد الله بن حمد بن خميس الشامسي يتواصل في هذه اللحظات مع البزية. ما شاء الله تقدم عرض رائع وتلقائي هنا على مقدمة هذا الشوط. ما شاء الله انطلاق واندفاع على الصدارة على المركز الأول والاندفاع الأول. بن مضحية قادم وهناك الأسماء القادمة أيضا بن بخيت قادم وبن كنزول قادم ولكن هنا الشامسي مع البزية حمد بن عبد الله بن حمد بن خميس الشامسي يتواصل ينطلق هنا مع البزية. سلام البزية حمد بن عبد الله بن حمد بن خميس الشامسي يقدم البزية تهانينا والناموس على هذا الفوز على هذا الانتصار. المركز الثاني كانت هناك أيضا الورقة محمد بن حمد بن مضحي العامري. المركز الثالث كان الدخول من أيضا هناك مشهد عزاء من شعار بن غزول محمد بن سلم بن غزول عامري مع عنيدة على أيضا ثالث الأسماء. المركز الرابع رابع الأسماء كان الدخول من الورقة. المركز الرابع كان الدخول أيضا متابعي الكرام من شعار سلطان بن سعيد بن سهيل الدرعي من قدم لنا أيضا الركيبة على المركز الرابع. عشرة الورقة.